سلاح بيد الصين قادر على شل العالم. هل حقاً الصين قادرة على شل حركة التجارة العالمية؟ الصين عملاق الاقتصاد القادم. ورقة بحثية كتبها البروفيسور جوناثان هولسلار كشفت عن النمو المتصاعد للبحرية الصينية. الورقة الأوروبية حذرت من أن هيمنة الصين على الشحن الدولي والسيطرة على الموانئ الأوروبية الرئيسية ستمكنان بكين من خنق التجارة العالمية في حال نشوب صراع مع الغرب على تايوان، التي تهددها الصين باللجوء للقوة وتعتبرها جزءاً من أراضيها. الصين تسيطر على ثلث التجارة البحرية في العالم وتعد أكبر مصنع للسفن في العالم، حيث تقوم شركة بناء السفن الحكومية الصينية CSSC ببناء حوالي 41% من جميع السفن. تسيطر الصين على 18% من جميع شحنات الحاويات و12% من ناقلات النفط الخام و13% من عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال. طموحات بكين السياسية والعسكرية والاقتصادية لا تنفصل، حيث تعتبر الصين القوة البحرية لبنة مهمة لبناء قوتها الوطنية وسلاحها الاستراتيجي. التنين الصيني يمتلك أكبر أسطول شحن يرفع علم الدولة في العالم، وفقاً لمواصفات عسكرية قادرة على حمل القوات والدبابات وفقاً لعقيدة الحكومة الصينية. تحرص الصين دائماً على أن تكون جميع السفن التجارية التابعة لها مزدوجة الاستخدام العسكري والمدني، وتعمل على تصميم عبارات الدحرجة المخصصة لنقل البضائع ذات العجلات، بحيث يمكن استخدامها في التدريبات العسكرية بما في ذلك عمليات الإنزال. وبذلك تكون كل سفينة صينية هي سفينة حرب، تتكون الطواقم في أغلبها من أفراد عسكريين. مصائب قوم عند قوم فوائد. في وسط التطاحن الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يتم كشف اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي فقط، بل تبين أيضاً أن الاقتصادات الأوروبية أكثر اعتماداً على الصين في وقت يتزايد فيه التوتر بين بكين وواشنطن بشأن تايوان. يعتبر المجتمع الأوروبي بل العالم بأسره مدمن للسلع الاستهلاكية الصينية، فهل تقوم المجتمعات الأوروبية بتقليل الاعتماد على السلع الصينية أم أنها تتمرد وتخرج من تحت عباءة الولايات المتحدة؟ في هذه الحالة، هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل قوة عظمى؟